السلام عليكم. اتفضل يا مولانا. الحمد لله. ماشي يا مولانا، معلش هو سؤال فيه كم نقطه كده يعني، استحملنا معلش. اتفضل. مولانا اول حاجه يعني دلوقتي الواحد معاه مثلا مبلغ من المال، ايوه، وحط في البنك وعاش من فوائد، ايه حكم الميت ده؟ فهذا حرام، حرام ان ياكل الربا وان يعيش على الربا. الله يسلمك. طيب يا مولانا، نفترض هو لو واحد مثلا معاه مبلغ المال، ما خايف يعني يتسرق منه او يشيله في مكان ما، لو حطه في البنك يعني للحفظ، الفوائد ممكن يتصرف فيها، ينفع يجوز كده؟ ممكن ياخذها ويتصرف فيها لاقوام لا تربطه بهم قرابه. اشمعنى يا مولانا؟ معلش انا سمعت الفتوى دي من كذا شيخ قبل كده، ان هو لو خايف على المال ممكن يتصدق بيها بس غير القرابة. ما أنا قلت لك كده نفس كلامي. اشمعنى غير القرابة مولانا؟ لأن إذا أنت أديتها للقرابة حصل لك انتفاع. حصل لك انتفاع، وسيردون لك المال، يظنونه هدية منك ويردونه لك. لكن يا مولانا يؤجر عليه صاحبه ده ولا يعتبر تخليص من ال يؤجر على الورع. يؤجر على الورع إن شاء الله. إن شاء الله. Okay.